عليكم مشاهدين قناة عالم منال، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وكيفما عودتكم منال دائما وابدا السويعه في جنبي، ولا لاحظتوا راهي كتصلات بقيت كنوض ضرب لي شي حاجه في الراس خاصني نوض نديرها. اليوم فكرت في الطاخ ديال اللوز كتجي رائعه وما نعاودش لكم عليها، يعني همويه ولا كان جاي عندك الضياف تقدري تعتمديها بوجهك احمر وسهله. انا جايين عندي الضياف وقلت غادي نديرها ضروري نشاركها معكم. وهاد لاطاخ ديال اللوز هادي غادي تكون اباس ديال لاباتسابلي. غادي نحتاجو فيها نص كاس، انا عطيتكم مقادير بكاس ديال العنبه، غتحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال سكر كلاسي يعني سكر ثقيل، وغتحتاجو جوج معالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، وغتحتاجو جوج كيسان ديال الطحين نوعيه جيده فورس ديال الحلوه نوعيه جيده، وغتحتاجو بيضه واحده. ودابا غادي ننتقلو للطريقه ديال التحضير وغنخليكم مع المقادير. غناخد البول ديال العجانه ديالي، غادي ندير فيه هذاك السكر الثقيل اللي عندي، نص كاس ديال العنبه بالنسبه للناس اللي ما قيدوش المقادير، وغادي نديرها مع ديك جوج معالق كبار عامرين ديال الزبده. انا غير باش نسهل عليا الخدمه، بغيتو تخدموهم غير بيديكم غادي تخدموهم بيديكم راه كتجي عاديه. انا باش نسهل عليا الخدمه غادي نديرهم يتخلطوا مع بعضياتهم في العجانه ونعاود نرجع معكم. ومي غادي يتخلطوا كيوليو كريميه غنزيد عليهم بيضه وحده، وبيضه تكون صغيره ما تكونش كبيره، وقبيصه ديال الملح ضروري هذيك اللي كتقاد المذاق. وما نساوش قبيصه ديال المليح، ونزيدو البيضه ديالنا بسم الله. وصافي كيكون هذا هو الشكل من بعد ما نسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم. دابا غيبقى لي غير نضيف جوج كيسان ديال الطحين فرص ديال الحلوة نوعية جيدة صافي، وغادي نخدمهم غير انا غير هكا بيديا باش ما العجينة غتفرسي عليهم في العجينة، يعني غادي تجينا العجينة مسدودة. اذا غنخدمهم غير هكا بيدي وغادي نرجع معاهم. كما كتشوفوا راه هي كتجمع دغيا، وما حاول ما ديروهاش في العجينة حيت العجينة كتعجنها بزاف، هي ما خصهاش تعجن خصها غير تجمع صافي. ويكون هذا هو الشكل ديالها. دخلوها الثلاجه حيت فيها الزبده الا بغيتو انها تجزا، ما بغيتوش كنتو مزروبين عليها راه ماشي مشكل، ما كنتوش مزروبين كنتو عاد توجدوا باش تعمروها خليوها من الاحسن تبرد في الثلاجه وتشد راسها. ودابا انا رجعت معكم باش نشوفوا ان شاء الله شنو غنديروا في العماره ديال هاد لاطاخت ديالنا. ولكن قبل انا جبدت هذيك لاباط ديالي من الكونجيلاتور، غادي نبسطها ان شاء الله وغادي نديرها في المول ديالي، وغادي نرجع معكم باش نشوفوا شنو غادي نديروا في المقادير. وملي كنوصلوا لهذا السمك هذا صافي بركه عليها، دابا غادي نديرها في المول ديالي. كناخد هكا فورشيط وكنبقى نتكها كاملة باش ما تطلعش ليا الطير. ما تنساوش هاد الجنيبات حتى هما مي شوف الفران ديما هكا ديال قفلتها صافي. من مورا ما كملتها كيكون هكا الشكل. دابا غادي ندخلها ان شاء الله للثلاجه الكونجيلاتور وغادي نخليها فيها، وغادي نرجع باش نقول لكم شنو غنديروا في وسط منها.
ودابا انا رجعت معكم من بعد ما جبت لاباط ديالي من الفريكو. كيف ما كتشوفوا هي شدات معايا راسها. دابا انا ذوبت شويه ديال الشوكولاط في الميكرووند وغادي نديرو كطبقه اوليه قبل ما ندير باقي المكونات. غادي نرجع للفريكو على ما تشد راسها غادي نرجعو باش نكملو. صافي من بعد ما كملت التوزيع ديالو غادي نرجعها للفريكو وغادي نرجع معاكم. وكيف ما قلت لكم غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال النشا مع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال لوساين غادي نطحنوه وغادي نحتاجو 3 ديال البيضات وغادي نحتاجو كاس ديال سنيده حتى هو كاس ديال العنبه ديال سنيده مع ساشيه ديال السكر الفاني وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الزبده. دابا غادي نبداو غادي نخلطو ان شاء الله هاد الزبده غنخلطوها مع هاد سنيدة ديالنا وغنزيدو عليهم هداك الفاني ديك الساشية ديال الفاني حتى هي صافي وغنخدموهم مع بعضيات غنبقاو نخدموهم حتى ينسجمو مع بعضيات. صافي كنحسو بسنيدة ديالنا دابت كنزيدو البيض ديالنا كنزيدوه وحيدة وحيدة بسم الله. نزيدو البيضة ديالنا الثالثة والأخيرة صافي من بعد ما كملنا البيض كيكون هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. دابا غنزيدو إن شاء الله هاد اللوز ديالنا غنحيد هادشي من جنابي لحقاش مكيعجبنيش ونعاود نرجع نكمل معاكم. صافي من بعد ما كنوصلو هكا كنزيدو هادوك جوج معالق ديال النشا ديالنا مع قبيصه ديال الملح ما تنساوهاش هي اللي كتقاد لنا المذاق مع ديك المعلقه ديال الخميره ديال الحلوى. صافي كنخلط الخليط ديالي وكنجرب مع بعضياتي ودابا انا رجعت معكم جبت لا تارت ديالي من الفريكو هانتوما على الشكلاط حتى هو شد راسو. دابا غنزيد ليها هاد الخليط اللي كنت درت وراه ديجا دايره الفران ديالي كيسخن 180 درجه الفوق والتحت. دابا غنصب هذاك الخليط ديالي غادي نحاول نصايبو عاد نشوف واش خصني نزيد ولا لا حيت ما خاصوش يجي طالع بزاف البنات لحقاش كتفايض. دي معلومه ضروريه ديروها بعين الاعتبار خليو دائما واحد لاسباس الخاطر صغيره فين تسمحوا لها فين تطلع شي شويه الى شات لكم فحال هكا الخليط ما تخافوش منه خبيوه فشي طاسه ولا شي حاجه في الفريكو وخليوه حتى الى عاودتي درتي هاد لاباط هاد لاباط صابلي وعاودي عاودتي عمريها راه بحال لقيتيه. المهم دابا غادي ندير اللوز ديالي غادي نديرو عليها كامله لوز ايفي اللي ما ذكرتوش لكم قبيله في المقادير ولكن هذا حيت بحكم غير زين ممكن كيجي زوين كيكمل كديرو كيفما هو راه خلاص التحمر ديالو راه تيكون معاها حيت كيطيب معاها من الاول راه كيتحمر كيف كطلع عليه دابا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها قبل ما نطهي. دابا غندخلها ان شاء الله الفران الفوق والتحت كيف ما قلت لكم 180 درجه هي كتاخذ من ساعه حتى 45 دقيقه وكل واحد على حسب الفران ديالو. غادي نطيبها ان شاء الله وغادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي.